مرحبا بكم مشاهدينا ومساء الخير عليكم كلكم اللي كتشاهدونا على ميدي ان تي في وكتشوفوا قصة الناس. مرحبا بالحضور اللي معايا داخل البلاطو. كنرحب ايضا بالدكتور محسن بن يشو الطبيب والمعالج النفساني اللي غادي يرافقني اليوم في هذه الحلقة، وكنرحب بزاف بالناس اللي جاوا خصيصا باش يشاركونا طرف من قصتهم وهما اللي ولادهم حقوا لهم حلمهم. ولادي حقوا لي حلمي، موضوعنا اليوم في قصة الناس. خالد 32 عام، باه ما قدرش يكون طبيب وهو حول الحلم الحقيقة ولا هو الطبيب. مصطفى 67 عام، مزوج ومطلق وعاش بوحده، ومنيته كان يحج وولده هو اللي حقق هذا الحلم. عبد الرزاق 54 عام، كان حلمه تكون عنده دار وولده هو اللي تكلف بهذه المهمة. مرحبا بكم. أيوب 22 عام، حقق أمنية والرغبة ديال باه جوجو باش يرتاح عليه. مرحبا بك السي أيوب. مرحبا بك.